أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تجوز العمرة عن الأحياء؟ حيث إنني أقيم في المملكة وتقيم والدتي في بلد آخر، فهل يجوز لي أن أقوم عنها بعمرة مع قدرتها على ذلك؟ لا يجوز لك أن تعتمر عنها مع قدرتها على ذلك، لا فريضة ولا نافلة. فتأتي إذا كنت تريد البر بها فأتي بها وخل وداعها تعتمر معه، وإذا كنت لا تقدر على هذا فلا يلزمك شيء من هذا. أما أنك تعتمر عنها وهي قوية وحية تقدر على أن تأتي، هذا لا يجزي عنها، لا فريضة ولا نافلة. نعم.